أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. معارك محتدمة في الجوف، والمقاومة والجيش يتقدمان في منطقة الصفراء بمأرب. أمن عدن يحكم سيطرة على مديرية المنصورة ويستعيد مبنى السجن المركزي. استشهاد سائق سيارة إسعاف بتعز، والتحالف يقصف مواقع الميليشيا في ربيع. أهلا بكم. اندلعت مواجهة عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى في مناطق بمحافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن المواجهات تركزت في الصفراء ومواقع براقش الأثري التابعة لمديرية مجزر. وأضافت أن الجيش والمقاومة أحرزا تقدما واسعا، حيث سيطر على قرية الدجر وتجاوز خرطوم الرهيب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مأرب الصحفي علي عويضة. مرحبا بك علي، وبداية، هل فعلا تم السيطرة كليا على منطقة الصفراء؟ علي؟ نعم، لا يزال هناك مناوشات قليلة بين المقاومة الشعبية والحوثيين في منطقة الصفراء، وحتى قبل ساعة تواصلنا مع مصادر هناك وقالوا أنه حتى الآن لم يتم السيطرة، لكن لم يبقى للحوثيين هناك أي دفاعات قوية. نعم. فقط هناك بعض المشاهدات الثقيلة تهرب من أماكن بعيدة، لكن حتى الآن لم يتم التأكيد على إنباء السيطرة على الموقع. نعم، بحسب معلوماتك علي، كيف كانت هي القوة العسكرية للحوثيين؟ أنت تتكلم عن دفاعات ضعيفة. نعم، ميليشيا الحوثي كان لها دفاعات قوية في تلك المنطقة لأهميتها الاستراتيجية منذ العام 2011. نعم. لكن تلك القوة بدأت تتقلص، خصوصا مع ضربات طيران التحالف العربي، وأيضا مع استنزاف الحوثيين للعدد من المقاتلين في عدد من الجبهات، خاصة جبهات الجوف وجبهات مأرب. لذلك بدأت القوة تضعف في تلك المنطقة، وأيضا انسحب الحوثيين إلى منطقة الغيل التي لا يزال يسيطرون على أجزاء كبيرة منها، وباتجاه أيضا حرب سكان في محافظة عمران. أيضا لهم تواجد كبير في منطقة براقش القريبة من الصفراء، لكن بحسب مصادر هناك لم يبقى هناك دفاعات قوية في منطقة الصفراء. نعم. لكن ما يعيق المقاومة هو الألغام التي أودت لحياة عدد من مقاتلي المقاومة اليوم في تلك المناطق. نعم، علي، هذا التقدم لأفراد المقاومة والجيش، هل أتى وفق خطة عسكرية موضوعة سابقا، وهل هو مدعوم بتعزيزات عسكرية من القيادة العليا للمنطقة؟ نعم، القوة الرئيسية كانت في الهجوم هي لقوات الجيش الوطني، وكان هناك إسناد كبير من قوات التحالف، من قوات المقاومة الشعبية، وأذكر بالتحديد منطقة نخلاء التي دعمت المقاومة في منطقة الصفراء بنحو 12 دورية عسكرية توجهت اليوم إلى منطقة الصفراء، وكانت إسناد قوي للمقاتلين في مقاتل الجيش اليمني الذين تقدموا من جهتين، من جهة مديرية مجدر وأيضا من جهة منطقة مناطق الغيل في محافظة الجوف، فكان التقدم على محورين أثر عنها تقدم كبير للمقاومة الشعبية في تلك المواجهات. نعم علي، ما الذي سيمثله السيطرة كليا على منطقة الصفراء بالنسبة لخارطة المعارك في مأرب والجوف، وهل تم تأمين الطريق الرابط بين المحافظتين؟ بسقوط منطقة الصفراء سيكون الجيش قد سيطر كليا على الطريق الواصل بين منطقة الجوف ومديرية الحزم مركز محافظة الجوف، لكن الإضافة الكبيرة هو أنه سيفتح الطريق إلى منطقة الحزم وأيضا إلى مناطق حرب سفيان ومناطق منطقة الغيل التي لا يزال الحوثيين فيها، وأيضا سيقطع الطريق على الحوثيين الذين لا يزالوا في بعض مناطق محافظة مأرب خصوصا مديرية منجر. تأمين الطريق هو الهدف الأكبر لهذه المعارك التي تدور اليوم في منطقة الصفراء، حيث يتميت الحوثيين منذ فترة على البقاء في منطقة الصفراء، حتى لأن الجيش الوطني لا يزال يستخدم الطريق. نعم. الصحراوي للوصول إلى مديرية الحزم، وبالسيطرة على منطقة الصفراء يكون قد فتح الطريق الأسفلتي لما لأهميته في توصيل الإمدادات إلى تلك المناطق التي يسيطر على الجيش. نعم، إذا علي عويضة الصحفي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك.
قال المتحدث باسم المقاومة في الجوف إن قوات الجيش والمقاومة حررت منطقتي الهجة والعقدة في مديرية المصلوب جنوبي غرب المحافظة. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن القيادي فضل ناجي حنش قوله إن الجيش والمقاومة يقتربان من منطقة الفيض المجاورة لمديرية المتون، وذكر أن العشرات من الميليشيا قتلوا وأصيبوا خلال الاشتباكات، مشيرا إلى أن منطقة الفيض تعد مركز تجمع رئيسي للميليشيا في الجوف. وصل نائب رئيس الحكومة خالد بحح إلى الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن بحح سيعقد اجتماعا مع الرئيس عبد الرب منصور هادي للتشاور حول عدد من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وأضافت الوكالة أن بحح سيرأس لاحقا اجتماعا حكوميا لبحث الكثير من الملفات العاجلة أبرزها الجانب الاقتصادي في المناطق المحررة. قال مصدر أمني إن قوات الأمن تمكنت من إحكام قبضتها على مديرية المنصورة وسط مدينة عدن. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على السجن المركزي وتمكنت من طرد المسلحين منها. أخيرا الشرعية في شوارع المنصورة بعدن، المدينة التي بقيت طوال الأشهر الماضية معقلا للجماعات المسلحة ومركزا للعمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة المؤقتة منذ تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع، أصبحت الآن أقرب للهدوء بعد أن دخلتها القوات الأمنية وقوات تابعة للمقاومة الشعبية. شوارع المنصورة التي شهدت أكبر عمليات اغتيال استهدفت عددا من قادة الأجهزة الأمنية والمقاومة، كانت تمثل كابوسا للحكومة الساعية إلى فرض سيطرتها على المدينة وإعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن. خلال الأسابيع الماضية كانت القوات الأمنية مدعومة بطيران التحالف قد شنت هجوما واسعا على مواقع المسلحين في المنصورة بهدف استعادتها وضبط الأمن فيها. مصادر محلية أكدت أن قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مداخل المدينة وعلى معظم المقرات الحكومية ونشرت قواتها على جولة كالتكس وشارع التسعين. وقال مصدر أمني أن القوات تمكنت من السيطرة على السجن المركزي وحصرت مباني ومناطق سكنية في المنصورة بعد 3 أيام من الاشتباكات، فيما تم ضبط عدد من المشتبه بهم إثر عمليات مداهمة شملت مسلحين ودراجات نارية يشتبه بوقوفهم وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها المديرية. العملية تأتي في إطار مساعي الحكومة لفرض سيطرتها على المناطق المحررة وتأمين العاصمة المؤقتة، وينتظر أن تمتد إلى المحافظات المجاورة كأبيان ولحج التي تشهد تواجدا لمسلحي تنظيم القاعدة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن مراسلنا آدم الحسامي. مرحبا بك آدم، وبداية أنت قمت اليوم بزيارة المنصورة، صف لنا كيف هو الوضع في المنصورة. الوضع في المنصورة غير مسبوق، أن تتواجد قوات الأمن والجيش وبالزي الرسمي في شوارع المنصورة التي خلت من هذه المظاهر لشهور طويلة. الارتياح واضح في الشارع في المنصورة من قبل الأهالي، من قبل حتى الأطفال شهدوا وهم يؤدون التحية العسكرية للجنود والضباط. السجن المركزي أيضا تحت سيطرة الأمن، وهناك إدارة السجن نزلت مع مدير أمن عدن لترتيب أوضاع السجن وتفعيله من جديد. أيضا شارع التسعين الذي شهد اغتيالات كثيرة كانت عدة نقاط متواجدة فيه، وبهذا ممكن نستطيع القول انه
تقفل صفحة مؤلمة في هذه نعم. الشوارع التي كانت عنوان للاحتلالات الأمنية. نعم آدم، الأنباء تتحدث عن استعادة السجن المركزي وطرد مسلحين من استعادته، من ومن هؤلاء المسلحين؟ هل هنالك تنظيمات إرهابية معينة تستطيع أن تسميها لنا؟ الوضع في المنصورة كان وما زال ملتبسا لاختلاط الأمر، هناك كان شباب من المقاومة، هناك أيضا اخترقتهم جماعات منتمية لأكثر من تنظيم يوصف بالإرهابي. السجن المنصورة بعد الحرب مباشرة كان تحت إدارة السجن بالاشتراك مع المقاومة، ثم لاحظنا اختفاء إدارة السجن وبقاء جماعات مسلحة غير منتسبة للمقاومة. هذه الجماعات أيضا شاركت في الاحتلالات الأمنية كما صرح مصدر أمني. هذه الجماعات لم تكن المعركة شديدة في فجر اليوم، هنا تقدمت مدرعات الأمن وحدثت اشتباكات قصيرة، لم تسمع انفجارات، لم تسمع كالعادة كالمعارك السابقة. معركة اليوم كانت خاطفة وشوهدت المدرعات منتشرة وتمت السيطرة وطرد المسلحين وأيضا اعتقال أكثر من 21 مسلحا من المنتمين لهذه الجماعات. نعم آدم، هنالك كما تتحدث الأنباء إجراءات أمنية وحملة أمنية تقوم في عدن وفي بعض المناطق كالمنصورة، ما هي أشكال هذه الإجراءات الأمنية؟ بماذا تمثلت؟ المداهمات لم يعلن عن مداهمات معينة إلى حد الآن، لكن الإعلان عن اعتقال 21 من هؤلاء المسلحين حدثت في أماكن الاشتباكات، لكن المنصورة طبعا مديرية مترامية الأطراف قد يتواجد كثير من هؤلاء في بيوت معينة. الجهات الأمنية طبعا تعمل حملة مداهمات، لكن المعركة المقبلة ستكون في الضواحي الشمالية لعدن في قرى جعولة والمدينة الخضراء، وهذه خارج المدينة، هو من المدن الجديدة والقرى القريبة من محافظة لحج. الطيران أيضا ما زال في الأيام الماضية يضرب هذه المناطق. سكان محليون في منطقة جعولة قالوا شاهدوا الكثير من القتلى من هذه الجماعات بقصف الطيران. أعتقد المعارك مع هذه الجماعات ستنتقل إلى الضواحي الشمالية، القرى الشمالية لعدن وأيضا محافظتي لحج وأبين. نعم، إذن آدم الحسامي مراسلنا في عدن، شكرا جزيلا لك. قالت رئيسة مؤسسة عدالة للحقوق والحريات وردة بن سميط إن مؤسستها أشرفت على تسليم العديد من الأطفال الأسرى الذين قاتلوا ضمن صفوف الميليشيا في مدينة عدن، وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تلقى الأطفال الأسرى عددا من البرامج التعليمية والترفيهية التي تضمنت الدعم النفسي والقراءة والرسم والكتابة وأنشطة رياضية، وأشارت إلى أن الأطفال كانوا قد شاركوا مع ميليشيا الحوثي في حربها على عدد من المدن من بينها عدن. استشهد سائق سيارة إسعاف بقذيفة هاون أطلقتها الميليشيا عليه شمال مدينة تعز، وقالت مصادر في المقاومة إن السائق عبد الله عبد السلام استشهد جراء استهداف الميليشيا للسيارة في منطقة عصيفرة. رصدت منظمة حقوقية نحو 527 حالة انتهاك في مديرية صبر الموادم بريف محافظة تعز، وقال المركز الإنساني للحقوق والتنمية إن 11 مدنيا لقوا حتفهم جراء قصف ميليشيا الحوثي، بينما نزحت 136 أسرة من المدينة. We'll be right back.
إلى ذلك شنت طائرات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة تعز. وقالت مصادر في المقاومة إن الغارات استهدفت مخازن أسلحة وذخائر في الشيخ سعيد بمنطقة الربيع غربي المحافظة. وأضافت المصادر أن الغارات أصابت مستودعا في باحة محطة توفيق بمنطقة الحبان شرقي المدينة، وموقعا في تقاطع 60 مع بني عون شمالي المحافظة. كشفت اللجنة الطبية في تعز عن توقف نشاط 34 مستشفى حكوميا وخاصا بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد سكان المحافظة. وأفادت اللجنة أن ممارسات الميليشيا أدت إلى إغلاق 65 مستوصفا ومركزا طبيا و43 صيدلية. وضعف الحصار المفروض على المدينة من معاناة المواطنين المتمثلة في زيادة الأسعار وضعف القدرة الشرائية واختفاء المواد الأساسية من الأسواق. شهدت جبهة عدة في محافظة البيضاء مواجهة عنيفة عقب محاولة الميليشيا التقدم في مديرية الزاهر وآل حميقان. وشن التحالف غارة عدة على مواقع للميليشيا بالتزامن مع استمرار المعارك، في حين تعرضت قرى آهلة بسكان لقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة. في محافظة البيضاء يتقدم مقاتلو المقاومة الشعبية إلى الأمام رغم شح العتاد مقارنة بما تمتلكه ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. تطورات متسارعة على الميدان في مناطق عدة بالمحافظة بعد عمليات عسكرية واسعة للميليشيا بالتقدم في الجبهات، إلا أن المقاومة أجبرتها على التراجع رغم ما تدفع به الميليشيا من تعزيزات وعتاد عسكري ثقيل إلى المحافظة، إلا أنها تخسر الكثير من مقاتليها يوما بعد آخر، خاصة في مديريات الزاهر وذي ناعم وآل حميقان. قتلى وجرحى من الميليشيا كانوا حصيلة المعارك الأخيرة التي شهدتها مديرية الزاهر وآل حميقان بعد معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عقب هجوما للمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيا في مناطق حيد الملح وغيل العرام. وكالمعتاد يكون لطائرات التحالف العربي دور في المعارك، حيث شاركت في المعركة الأخيرة واستهدفت مواقع تتبع الميليشيا والمخلوع في منطقة ناطع الواقعة بين البيضاء ومأرب. وبعد كل هذه الضربات التي تتعرض لها الميليشيا برا وجوا، تلجأ إلى استهداف المدنيين في مناطق خارج دائرة المواجهات، وهو ما يجعل جرائمها تتعاظم أمام الرأي العام. قال مراسل قناة بلقيس إن اشتباكات اندلعت في مناطق يعيس وجبل التهامي ونجد القرين الواقعة بين مريس والعرفاء في محافظة الضالع. وأضاف المراسل أن الميليشيا أقدمت على قصف قرية أدمة التابعة إداريا لمديرية مريس، فيما نصبت نقاط تفتيش للمواطنين المتجهين إلى دمتة واحتجزت كل من تتهمهم بموالاة المقاومة. إلى ذلك أصيب اثنان من عناصر ميليشيا الحوثي بانفجار عبوة ناسفة في نقطة تفتيش تابعة لهم في مدينة دمت. تشهد جبهة القتال في محافظة شبوة هدوءا نسبيا بعد معارك عنيفة دارت في مناطق مديرية عسيلان. وفي السياق ذاته فشلت جمعية الهلال الأحمر في محاولاتها انتشال عدد من الجثث المرمية في نقاط التماس بعد هدنة فاشلة لم تستمر أكثر من ساعة. دائما يكون الأمام طريقهم، وإن حدثوا اضطروا للتراجع بضع خطوات للخلف لا يقفون ولا يتراجعون، وإنما يجمعون شتاتهم ومن ثم يعاودون مواصلة المعركة لاستعادة الأرض التي نهبت منهم. هم مقاومو شبوة من تربوا على أعتاب الصحراء، فأصبحوا يحرسونها ضد كل غاز يريد ضمها لمناطق دولتهم الملكية المستحدثة. فحتى عند تفخيخها بألاف الألغام من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لشل حركتهم والنيل منهم لا تقف خطاهم، بل يواصلون المسير. المعارك لا تتوقف ولا الجثث أيضا،
ولأجل انتشال الجثث الكثيرة الملقية في جبهات القتال أقيمت هدنة مدتها ساعة فقط، لكنها فشلت في ساعتها الأولى عندما استغلتها الميليشيا لإدخال تعزيزات إلى مقاتليها هناك. عدة أيام مضت وأيام أخرى قادمة، وما تزال الجثث ملقية في مناطق التماس، فيما يحاول فريق الهلال الأحمر اليمني الوصول إليها من عدة اتجاهات ولم ينجح حتى الآن. تتشابه الظروف وأساليب المقاومة، وإن اختلفت البيئة والجغرافيا تبقى المقاومة هي الحل الوحيد لاستعادة دولة منهوبة محصورة بين الدفاع عنها والهجوم عليها. أكدت نقابة الصحفيين رفضها للإجراءات التي اتخذتها الميليشيا بحق عدد من صحفيي وكالة سبأ الرسمية، ودعت النقابة في بيان كافة المنظمات الحقوقية للتضامن مع الصحفيين والضغط على الميليشيا لإيقاف هذه التعسفات، مطالبة بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية. هذا وكانت ميليشيا الحوثي هددت بفصل 38 صحفيا من وكالة سبأ الرسمية الخاضعة لسيطرتها، معتبرة إياهم منقطعين عن العمل وهاربين خارج الوطن. وفي السياق ذاته قالت وزارة الإعلام إن أي قرارات تصدر عن المؤسسات الإعلامية التابعة للميليشيا لا تعنيها كونها صادرة عن جهة غير رسمية وبدون صفة قانونية. وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن أي قرارات صادرة عن الميليشيا لا يترتب عليها أي أثر قانوني، وأن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزا جديدا من قبل الميليشيا، إضافة إلى ممارساتهم التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن أكثر من 900 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1300 آخرين خلال عام من الحرب في اليمن. وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان الطفولة على حافة الهاوية أن 6 أطفال يقتلون أو يصابون يوميا، مشيرا إلى أن سوء التغذية يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال. ليس الأطفال من يبدأون الحروب، ولكنهم الأكثر تعرضاً لآثارها القاتلة. بهذه العبارة تبدأ اليونيسف تقريرها الذي يصف وضع أطفال اليمن بالمأساوي. فبحسب التقرير 6 أطفال يومياً هم من يقتلون أو يشوهون. الأطفال بعمر 10 سنوات يتم إجبارهم على القتال، وخلال عام ازدادت ظاهرة التجنيد بشكل كبير. خلال أعوام عديدة احتل أطفال اليمن المراكز الأولى عالمياً في مختلف القضايا الحقوقية، من سوء التغذية وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال وتهريبهم، وضع فاقمه الانقلاب وزاده سوءاً. 7 أضعاف هو مقدار الزيادة في عمليات القتل والتشويه في محافظات تعز وصنعاء وصعدة وعدن وحجة التي تقود الميليشيا فيها أعمال عنف وقتل. أجراس إنذار كثيرة قرعتها المنظمات الدولية والمحلية، فلا يكاد يمر يوم دون نداءات أو حتى تقارير. عناوين الطفولة تغيرت من العمالة والتشرد على الأرصفة إلى أطفال الجبهات والمتارس، فهم الأسرى وهم ثلث سكان القبور. We'll be right back.
أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أمراً قضائياً بحجز أرصدة شركتي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة. وورد في أمر الحاجز أن شركتين لم تسددا رسوم الهبوط والإقلاع والمغادرة والشحن والإيجارات والخدمات الأرضية الأخرى. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. معارك محتدمة في الجوف، والمقاومة والجيش يتقدمان في منطقة الصفراء بمأرب. أمن عدن يحكم السيطرة على مديرية المنصورة ويستعيد مبنى السجن المركزي. استشهاد سائق سيارة إسعاف بتعز، والتحالف يقصف مواقع الميليشيا في الربيع. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير، في أمان الله.